حتى للتسعة ونص نهاركم زين، هاركم مبروك. في ربط مباشر من لايكو هوني لوكازيون دو ديكاربوميد بعد شوية كيما قلت لكم قبيلة، ما فهمتش يكون معنا سي محمد سلامة وحاضر في الكواليس. لو دي جي سبيكترا نحكيو على الجانب، خاطر سيت اون شين كاملة. اليوم نحكيو على الانستالاسيون بعد شوية نتاع الفوتوفولتايك، واليوم سكيليا للمؤسسة وغيره. جوستومون بارلون دو المؤسسة معنا السيد هشام اللومي نائب رئيس لوتيكا. سيدة وزيرة تكلمت قبليك على لوتر كاسكيت او الكاسكيت الاصلية نتاعو سي كوفي كاب، معناها انا نقولها ما تحط في المباشر ممكن من سنوات، من عشق قديه ثلاثة اربع سنين، او من اول الاشخاص مش نقول شخص اللي حكالي في الموضوع هذايا ويلا فيو لا شوز فينيغ هكا من بعيد. سيتي سي هشام اللومي، مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير المستمعين اكسبريس اف ام. شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم صباح. ندخل في صلب الموضوع هذا اللي تسمع من قبل كيف سيده وزيره سي فتحي حانشي، دونك اون ا ديجا دي دي شوز. حب هوني ناخذ راي المؤسسات، كيفاش تشوفوا انتم في التحدي هذا، كومون فو زورغانيزي وشنو حاجتكم؟ قبل كل شيء نهني المنظمين المنتدى هذا اللي هما الان ام او ولوتيكا مشاركه في التنظيم. هو منتدى دولي معناها فيما يخص الديكربوناسيون، ازاله الكربون، وشيء هام جدا وعندها اهميه كبيره فيما يخص جي دي بي تونس، وفيما يخص معناها القدره التنافسيه نتاع المؤسسات. معناها الموضوع هذا نتاع الديكربوناسيون موضوع هام جدا. انا حبيت نتكلم كنائب رئيس للاتحاد الصناعه التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه على اهميه الموضوع هذا واهميه الجانب الطاقي فيه، خاطر البصمه الكربونيه نتاع تونس ومتاع المؤسسات أكثرية منها جاية من طاقة، اللي هي طاقة متأتية من الغاز ومن الطاقات التقليدية، ماهيش طاقة خضراء. أكثر من 95% من الطاقة الكهربائية اللي نستعملوا فيها في تونس هي غير معناها خضراء، نجم نقولوا معناها جاية من الطاقات التقليدية. هنا نجم نقول اللي ثم عنا رهانات كبيرة احنا كمؤسسات خاصة اقتصادية. أول شيء مطالبين خاصة القطاع المصدر باش نخفضوا بالبصمة الكربونية متاعنا وباش نستعملوا أكثر فأكثر من الطاقات المتجددة. أنا هذه موجودة وفي قطاعات معناها الميكانيك والكهرباء، قطاعات النسيج، القطاعات اللي هي مصدرة معناها مصدرة كليا وحتى اللي مصدرة جزئيا مطالبة باش تحسن في البصمة الكربونية متاعها وباش تستعمل أكثر فأكثر من الطاقات المتجددة وباش تعمل زادة لو ريسيكلاج de ces déchets industriels, la valorisation معناها des déchets industriels, c'est un point très très important de faire appel à l'économie circulaire. هذوما الكل لي ميساج موجودين باش يكونوا نتحدثوا فيهم اليوم في المنتدى هذا اللي عنده اهميه كبيره برشا. دونك سي بوكو بلو كومبلكس، مش حكايه دون لو سونس نيجاتيف، مش حاجه معناتها صعيبه اكثر منه حاجه معناتها سوفيستيكي باش نقول، معناتها مو جوست باش نركب دي بانو مريقل. تحكي حتى على التريتمون دي ديشي سي شمنو، تحكي على بليزيور اسبي. اليوم انت كمؤسسه خاصه شنو هو اللي، كلمه كبيره شويه ممكن، شنو اللي يهدد فيك معناتها مع شركائك في اوروبا اتسيتيرا باش لعبه تكون واعيه، حتى اللي مش معني حتى ثقافه عامه للمستمع، شنو باش يتبدل وقتاش بالنسبه لكم؟ شنو نستفاد من التحدي؟ نرجع ديما القطاعات المصدره، القطاعات المصدره هي تنافس معناها شركات اخرى عالميه، وموقع تونس كموقع الاستثمار كيف كيف ينافس في معناها بلدان اخرى اللي هي في معناها في المتوسط معناها دون لو باسان ميديتيرانيا، ومانيش باش نسمي بلدان اما عندنا معناها اون كونكورونس كبيره ياسر مع البلدان هذيا. وتو المستثمرين كيف يقروا باش يستثمروا في بلاد يشوفوا شنية معناها لو ميكس انرجي الكتريك رينوفلابل. مع الاسف احنا ماناش متقدمين برشا، عندنا برنامج طموح، وهنا نحب نقول كلمه صغيره فيما يخص الاتجاه نتاع تونس باش في 2030 نوصلوا ل 35% من الطاقة الكهربائية متأتية من الطاقة المتجددة. ماذا بينا نعرفوا معناها كل عام نعملوا ان انديكاتور قداش مثلا اون 2025 باش يكون لو بورسونتاج نتاع الميكس انرجي الكتريك، قداش اون 2026 27 28 29 حتى ل 30. خاطر كي نقولوا هكا معناها 35% من الكهرباء باش يكون متأتي من الطاقات المتجددة، سي ان بو معناها جلوبال هكا. ماذا بينا حاجة معناها كل عام قداش
خاطر المستثمرين يحبوا يعرفوا بالضبط خاطر هما معناها يسون انجاجي افيك لوغ دونور دورت داسيغي معناها ان ميكس انرجي الكتريك رونوفلابل. معناها بلدان في الحوض المتوسط عندهم 20%، عندهم 30%، عندهم 40%، واحنا مازلنا في 4 ولا 5%. دونك سي امبورتون دافوار ان انجاجمون بالدوله اللي معناها البرنامج نتاعها باش يكون بالتدرج سنة 4%، عام الجاي 7%، بعد عام الجاي 10%، 20 30 35 مش سهلة. مش سهلة باش نقول لك هذا كل شكون يقوم به. لا مش برودكسيون entre... برودكسيون مش ouais. مش سيناتور دو كونترا. لا لا واضح سي بيان دو سيني دو كونترا بالطبيعة بالطبيعة. هو اللي قاعد صاير توا قاعد الحكومة التونسية توقع الاتفاقيات باش ننتو الطاقات المجددة هذيا 100 ميجا وات 200 ميجا وات ودي بروجي جيغونتيسك نتاع الهيدروجين فير مي نحبوا ان اجندا دو برودكسيون. Mmh. À partir de quelle date nous allons produire cette énergie et la fournir au secteur industriel. Donc c'est très très important. Ou on a des engagements avec nos donneurs d'ordre pour réduire le basme carbonique interne. Donc pour ça, c'est un engagement public-privé. Parce que nous avons investi, par exemple, dans les énergies renouvelables. Ou on a, je vais vous dire, Salemi de Spectra, qui est شركة كبيرة وقاعدة معناها مش تنتج معناها هي الانستال دي سنترال فوتوفولتايك دونك سي امبورتون ليكو سيستيم هذايا معناها دي سنترال فوتوفولتايك سي تري تري امبورتون دونك ثم شركات يعملوا دو لوتو برودكسيون الانتاج الذاتي نتاع الطاقة المجددة وشركات باش يطلعوا معناها من 4% يوليو 20% دونك حاجة هامة برشا هذايا وهذايا تزيد في التنافسية المؤسسة وفي الجي دي بي نتاع تونس نقول لك تونس فيها معنا شركات تستعمل في 20% وبال تعهدات نتاع الدوله باش تطلع 35% نجموا نوليو 50% معنا اون 2030 نجم شركات تونسيه 20% جايه من الانتاج الذاتي و35 جاي من الستيك ومن لونجاجمون هذايا نتاع 35% باش نوصلوا 50 حتى 55% هذا سي ان بوان تري تري امبورتون. وهنا ثم القطاع المالي زاد وموجود في البرنامج نتاع المنتدى معناها لو سيكتور فينانسي سيكتور بانكير اللي هو يلزم يعاون الشركات اللي هي باش تدخل في الديفلوبمون ديورابل في الاستثمار في الطاقات المجدده في معناها التقليص بالبصمه الكربونيه فيها استثمارات معناها صناعيه باش تحسن انت في النجاح نتاعك في الميدان هذايا. وهنا ثم سكون ابل لي فون فير معناها دي فينانسمون فير avec des taux préférentiels. Donc il faut qu'il y ait plus d'informations au niveau des entreprises pour qu'elles puissent accéder à ces fonds verts et les humains à des taux d'intérêt préférentiels au lieu de payer 11 ou 12%, il faut 7 ou 8%, c'est toujours intéressant. C'est un point important. Ça me aide les droits de douane sur les panneaux photovoltaïques. Et les HIF, loi de finances 2024, a prévu qu'en 2025, باش تولي 30% هذا باش تضرب القطاع. علاش؟ خاطر برشا قالوا ما فهموهاش سي كونتر ديكتور. نفسر لكم انا شوف ثم شركات في تونس تصنع لي فوتوفولتايك بون لي بانو فوتوفولتايك الشركات هذه تقول هي تصدر دونك الي كومبيتيتيف سو لو بلان انترناسيونال. هذا اش قاعدين يقولوا هما؟ معناها اول حاجه انت كي تعمل مشروع صناعي et que vous n'êtes pas compétitif sur le plan international, il faut revoir votre projet. خاطر لي بروجي دو فابريكاسيون دو بانو فوتوفولتايك en Europe a été arrêté parce qu'ils ont vu que ce n'était pas rentable en comparaison des produits asiatiques, des panneaux qui sont fabriqués en Asie et principalement en Chine. Donc, l'écosystème des énergies renouvelables est efficace, est compétitif. Compétitif sur le plan national et sur le plan international. Donc, chez les quêtes Sinaï et les Mojouda Futounes, ou Tesna, les panneaux photovoltaïques, d'abord, on n'a pas la capacité de fournir les besoins du pays, ça c'est clair. Donc on devra importer. Et donc on va taxer tout ce qui est utilisateur d'énergie renouvelable photovoltaïque par 30%. Et de home compétitif sur le plan international, eh bien il faut éliminer les droits de douane, tout simplement. توا احنا الصناعات توا الميكانيكيه والكهربائيه والنسيج والجلود والاحذيه والكلهم معناها سون دي بروتيجي. علاش؟ خاطر سو سون دي سيكتور معناها كومبيتيتيف. معناها on encourage les entreprises qui ont une capacité à être compétitifs.
Donc, c'est important que, maintenant, on élimine ce droit de douane sur les panneaux photovoltaïques. C'est essentiel. C'est la survie de l'écosystème, le collou. On ne parle pas d'industrie, on parle d'un total. Maintenant, l'écosystème, la production, les études, l'ingénierie, l'installation, la maintenance, etc. C'est tout un écosystème. C'est un kilowattheure qui soit compétitif. C'est ce qu'on a fait à Tunis. يعطيك الصحة سيد هشام اللومي، يظهر لي واضح معناتها سي كلير شنو اللي لازم يصير، شنو اللي لازم يتبدل. معناتها اليوم دور القطاع الخاص دور مهم، يعني فور كوليكتيف معناتها سي اندينيابل. شكرا لك سي هشام اللومي، يعطيكم الصحة. نائب رئيس لوتيكا. فاصل قصير، استوديوهات المركزية، راجعين هوني. كنا معنا الوغ لا مافي عملت لي ترانزيسيون هنا باش نحكيو مع سي محمد سلامي جوستومون. عملت له بوبليسيتي، سبيكترا باش يكون معنا. شو مالك كوفي كاب مع سبيكترا؟ اي هو قاعد ينزل سنترال فوتوفولتايك على السقف تاع المعمل.